يجي نجهز على طول ونبتدي. يلا قبل ما اسالكم الاسئله اللي عندي، احب اتعرف عليكم اكتر واتاكد ان انتوا قاعدين مع بعض وعارفين بعض، اسره سعيده جميله واخده بالها من بعضيها. بتبصوا كده ليه لبعض؟ ليه مقلقني؟ ليه كده؟ طب ان شاء الله خير. طيب قبل ما نبدا بقى نتعرف كده على طول، نشوف بابا قولي ايه اكتر اغنيه يونس بيحب يسمعها؟ بيحب اغنيه محمد منير يونس. طبعا في بلاد طبعا عشان معموله له. بابا قولي ايه اكتر اغنيه مالك بيحب يسمعها؟ بحب اميره ويجز. بجد؟ يا ولد ماشي. ماما قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايق ليلي من صحابها؟ ما بتحبش حد ياخد حاجه من حاجتها خالص. المقلمه بقى وال هي. طب بس شيرنج سكين. لا هي شيء شيرنج سكين. انا شير بمزاجي. ايوه بمزاجي. ما تاخدش من غير ما تستاذن. ايوه هي ما بتحبش الموضوع ده. مامتها في كليه حقوق كانت. ايوه شاطره. تعرف ماما. قولي لي يا ماما مالك ايه اكتر حاجه بيحبها في لورا بنت عمه؟ بيحب يلعب معاها. لورا ولورا تقولي ما بلعبش قوي. لا بيحب يلعب. يا لورا بتلعبي ولا ما بتلعبيش؟ ده هم عاملين زي كده. بنلعب جدا. بنلعب جدا. الولد متحمس. حرام عليكي. ماشي ليلي قولي لي يا ليلي مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ صحابها. صحابها مين؟ قولي لي بنات. ما اكيد بنات. حد ندى ويعني اصحابها ندى؟ مش عارفه اسمهم. ندى ماشي اوكي. خلاص ماما بتقولها خلاص يا حبيبتي ما بتضحكهمش. بابا قول لي بقى انت العم والد لورا ايه اكتر لون بتحبه؟ بتحب اللون الاصفر وبتحب اللون بينك. عماله تقول لك بينك 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 بينك. الاصفر والبينك. عشان هو مش عارف. ما هم لابسه عشان هو مش عارف. هو ما بيقعدش معاك ولا ايه؟ هي لابسه اصفر وبينك. لا ما بيقعدش معانا بيكون في الشغل. طب كفايه تعارف هنا لحد كده. هنا بابا بيقعد معاكوا؟ طبعاً. طيب كفايه تعارف لحد كده بما ان عرفنا ان بابا هنا مش بيقعد كتير. فنخش على اللي بعده ونبتدي نسال اسئلتنا. وعايزه اقول لكم احنا عندنا ثلاث مراحل اسئله. انا مين؟ كل الاسره بتشارك فيها. وانا ايه؟ المرحلتين التانيين صح وغلط واختيارات. ما عرفتوش تجاوبوا عندكم وسيلتين مساعده، يا ماما وبابا هيجاوبوا يا هنغني. جاهزين؟ جاهزين.